أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع ده خفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف انا جاي ابسطك ومش ماشي الليلة دي مش عايز حتى اشوفكم مكشر السعادي انا جاي فايق حالتي فل ومتظبط مزاجي والدنيا حلوة عايزة حد يقوم يرقص قصادي رقصوني يابا فرحوني يابا رقصوني فرحوني الليلة دي احلى ليلة الليلة دي ليلة مجنناني قول للهم لا ادي الفرح زقة قول للهم ادي الفرح هي مرة هنعيشها مرة هي مرة مش هتيجي تاني يابا فرحوني يابا رقصوني فرحوني الليلة دي أحلى ليلة الليلة دي ليلة مجنناني قول للهم لأ ودي الفرح زقة قول للهم ودي الفرح هي مرة هنعيشها مرة هي مرة ده ايه الحلاوة دي؟ مفيش احلى من الرقص، عايز اقول لكم مفيش احلى من الرقص. طلع الواحد من اي مود بايخ ويدخله في مود حلو. خلينا نرحب بكل المشاهدين، يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا معانا النهارده في 4 شارع شريف. الشارع ريحته النهارده بيتزا وشكل الاكل كده تلياني، وتحية كبيرة قوي 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 لدعاء العطار. اهلا اهلا. ريحة بيتزا تجنن. وايه الكلام الحلو ده؟ في ايه بقى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ايه ده؟ ايطاليا ايه ده يا شيخ؟ النهارده على ايطاليا بقى. يلا بينا على ايطاليا النهارده. وعاملينها كمان خفيفه كده وان شاء الله تعجب. ايه احكي لنا كده في ايه عندك؟ عاملين بيتزا كواترو فروماج وعاملين بيتزا فيجيتيريان. لا استني استني بشوي بالعربي بالعربي يا حاج. كواترو فروماج دي اللي هي ايه؟ اللي هي جبن مشكله اربع انواع جبن. اربع انواع جبن. تمام؟ ودي بيتزا خضار. خضار. فيجيتيريان فيجيتيريان. ودي اسمها كواترو ستيوني اللي هي زي الفور سيزونز اللي هي اربع مواسم. اللي هي بيبقى مشروم وزيتون وخرشوف، كل واحده منهم بتبقى بسيزون معين. وسلطه. خلاص خلاص كفايه، حرام عليكي، منوره. ميرسي يا شيخ. بعد ما نخلص مع دعاء العطار الحاجات الحلوه اللي قالت علينا دي، عندنا افان اند دكتورز، والنهارده عندنا في افان اند دكتورز دكتوره هبه جوده و دكتورة ريهام لبيب ودكتور شادي محمود، هيشرفونا وينورونا في افان اند دكتورز، وبعد كده نلعب شوية زومبا. والنهارده ما يعادل ملكة الزومبا في مصر والشرق الاوسط كله معانا، ومعاها شيماء. اهلا اهلا اهلا. حلوين؟
حلوين وقتعتي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا شريف؟ في ريكي مارتن النهارده؟ يس طبعا. في ريكي مارتن هنبدا بيا ماريا. الله الله الله. منورين كالعاده يا حلوين. ثانك يو. طيب وبعد ما نخلص ده انت اخر حاجه كنت هقول بعد ما نخلص مع معايا. والنهارده عندنا فرقتي مزازيكي منورنا ومعاهم المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل. اهلا اهلا اهلا. ايش هي كده حبيبي؟ لا 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 انت لسه قابض ولا ايه؟ تقريبا. حسيت بكده برضه حبيبي. هو في ايه؟ لا ببص على وائل بس يعني ما بسلم عليه. سلم عليه اللي هو اللي بيقبضكش ولا هو اللي بيقبضك؟ لا لا وائل وائل حبيبي طبعا. حبيبك الله تعرفه. اقول وحشتوني يا اولاد. وانت وحشتنا جدا يا حياتي. هتغنوا ايه دلوقتي؟ عامل لك ايه؟ شغلتني. عامل لك ايه؟ لا انا ده غلبان خالص. مش انت يعني احنا بن بن بنوجه رساله. خلي بالك اي اغنيه تتغنى بتبقى موجهه لي. لا طبعا لا طبعا. فانت النهارده عندك في المنيو بتاعك ايه؟ رقصوني رقصنا. ماشي. الواد قلبه بيوجعني قلبي مش بيوجعني. طيب هو انت اسمر يا اسمراني. انا اموت في السعاده. ده النهارده الاغاني حلوه قوي. كله فرفشه النهارده. يلا نسمع الاغنيه دي. والواد احنا قلنا هنعمل ايه؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه للراحل استاذ حسن الاسمر. وبعديها ناخد فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم في ريستوران نعمل الاكل الايطالي مع دعاء العطار. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. حيرتني اعمل لك ايه؟ شغلتني اعمل لك ايه؟ حيرتني اعمل ايه؟ شغلتني واعمل لك ايه؟ حيرتني. رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف. وممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده الاكل عندنا طلياني وبيتزا. وانا عايز اقول حاجه بما ان انا سافرت روما واكلت فيها البيتزا واتخضيت لان البيتزا عندهم طعمها وحش قوي قوي قوي. دي حقيقة. ايه؟ دي حقيقة. جالك صدمة. احنا بنعملها يعني. فقلت لهم ايه ده؟ انا عايز اكل. احنا في ايطاليا. ايوه. عايز اكل بيتزا. ايوه. قال لي بص عايز تاكل بيتزا حلوة تروح مطاعم المصريين. شفت بقى؟ عشان المصريين دول اساتذة. رحت يا بنتي مطعم كلت بيتزا حلوة بقى. يا الله بيتزا تجنن. و يعني بجد. ودخلت في الاول اول يومين قلت اكيد انا دخلت مطعم غلط. فكلمت ناس روح مش عارف ايه فين فين فين. دخلت مش قادر اكملها. طعمها مش هيبقى حلو. وحشه. وتلاقيها ناشفه. وحشه طعمها وحش. وتلاقي تروف دايما محروقه كده ومفقفقه. ايوه ومفقفقه تحس انها بايته. قلت لهم ايه ده اللي انتوا جايبينه لي ده؟
ده انا في ايطاليا يا جدعان، ازاي كده الاكل وحش؟ عارف برضو نفس الفكره دي في سويسرا، يقول لك الجبنه السويسريه احلى جبنه في العالم وتروح هناك تلاقيها وحش بينهم. عارف اقول لك اه والله العظيم بشعه مش وحشه بس اه لا ما رحتش سويسرا دي اصلي، بس انا لما روحت ايطاليا جالي صدمه حضاريه. ازيك يا دعاء؟ اخبارك ايه؟ انت كويسه؟ بيني مولتو بيني بيني. ايوه خلاص نقلب ايطالي بقى. ايطالي بقى، ايه الاخبار؟ تمام كله حلو؟ حلويات؟ احكي لي كده السفره فيها ايه كده من بص عشان فيها اول حاجه السلطه دي حاجه سهله ماشي؟ لا لا قولي لي نبتدي بقى البيتزا بقى. دي ايه؟ دي اسمها كواترو ستيوني. اه اللي هي اللي هي زي فور سيزونز. اه اربع مواسم. اه هنا دي فيها مشروم خرشوف وزيتون وشريط توميت. وشريط توميت. واللي جنبها دي كواترو فروماج اللي هي اللي هي اربع جبن، اربع انواع جبنه اللي هي فيها في النص حاطه انت شويه ريحان وفلفل فلفل مخلل. واللي فوق دي حلوه قوي شكلها فيجيتيريان. اه دي كلها خضار. اه خضار كله مشوي ومحطوط. دي فيها جزر وفيها كوسه وبتنجان وبتنجان وفلفل الوان عالي وعليها بقى شويه سبانخ تحفه. وايه بقى الطبق الكريستال اللي فيه ايه؟ ده السلطه بتاعتنا النهارده، سلطه المكرونه. سلطه المكرونه وهنعمل الدريسنج بتاعها. طب وفي هناك حاجات شويه حركات. اه ايه ده كلابش؟ بص دي لا مش البيتزا اللي هي الكواترو فروماج عاملاها كده. اه كده. واللي جنبها ايه؟ ودي بيتزا قلت برضو لو الولاد يحبوا ياكلوها تبقى عامله كده. وهنا بقى انت حاطه جبن بقى مش جبن لا زيت زيتون. زيت زيتون وزيتون شويه زيتون وشويه اللي هي التوابل الايطاليه. اه وعيش وبقسماط هم مع الطماطم اساسي ومزوقه بالمكرونه. اه الله عليكي الله عليكي حاجه لطيفه خالص. طب عايزه تبتدي بايه بقى؟ تعالى نبتدي نعمل العجينه بتاعتنا. هنعمل عجينه البيتزا. يلا قول لنا عجينه البيتزا وهنعملها النهارده ايه بايه بالتفاصيل. بالتفاصيل مقادير يا اولاد. 3 كوبايه دقيق ابيض وكوبايه زبادي صغيره، معلقه صغيره خميره جافه ونص معلقه صغيره بيكنج باودر و2 معلقه لبن باودر، معلقه كبيره خل ابيض وربع كوبايه زيت، معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح نص معلقه ملح صغيره وميه للعجين اللي يحب يحط في العجينه سمسم. تمام سمسم انا بحبها دي معموله فيها شويه دي بقى على الطريقه المصري. بيدي طعم يعني هو ما بيبانش بس مش عجينتهم. ايوه مش احنا قلنا العجينه بتاعتهم ما كانتش حلوه؟ صح. قول لنا بقى الصوص بقى. الصوص نص كيلو طماطم مفرومه تكون مسلوقه ومفرومه واربع معالق كبيره صلصه طماطم وثلاث فص ثوم، معلقه صغيره ريحان ومعلقه صغيره زعتر ومعلقه صغيره روزماري. ماشي نبتدي؟ يلا. انت مش هتستخدمي البوتاجاز ها؟ لا. اوكي. مش عايزه تعجني بايديكي. هنعجن بايدي. ماشي. يلا. اوكي ايه بقى اول حاجه؟ اول حاجه هنحط الدقيق. نحط هنا يلا دقيق كله بس انا دول زياده شويه بس عشان ابقى معفره بيهم. ماشي. وبعدين هنحط الخميره، كل الحاجات الجافه هنحطها الاول. الخميره اوكي. دول بيكنج باودر. دول بيكنج باودر. تمام. السكر. السكر. شويه ملح. ملح. في معلومه بقى على السكر والملح في العجن، الملح يخلي العجينه تشد، السكر يخليها طريه. اوكي اوكي يعني معادله يعني. وده اللبن ده لبن باودر بيحطوه هنا؟ لا بس هي دي بقى بتخلي البيتزا تبقى حمراء من تحت ومستويه طريه. دول شويه السمسم صغيرين كده. تمام. طلع لنا لو شافونا دلوقتي هيضربونا بالرصاص. هنقلب دول، دي كلها الحاجات الجافه مع بعض. هنيجي بقى في النص كده ونعمل حفره. نعمل الحفره بتاعتنا هنحط فيها زبادي. شويه زبادي. هما الامريكان اللي عملوا الزبادي في البيتزا. الطعم بتاعه عايز اقول لك بيبقى حلو جدا. اه عايزه بقى ايه شويه خل شويه زيت. اقلب الخل ده بيخلي العجينه تشد. اقلب ولا ما اقلبش؟ ماشي اقلب بس ثواني بس احط الزيت. زيت زيتون طبعا. اه معلش يا جهر هنقعد احنا هنعجن دلوقتي اذا الرخامه تستخد. اقلب اهو. نقلب بقى بس هنجيب ميه. يلا هات الميه. هجيب ميه. بنعمل بيتزا يا جوهر هي لازم الرخامه لازم ده هتتبهدل دلوقتي استنى بس. اقلب بقى. نبسها. طب اعملها لك؟ لا اهو. طيب. اصبري بس لازم تعمل ببطء. اهو. ممكن اعملها خليك تعمل بايدك كل حاجه. حطي انت بس شويه ميه كمان اهو. لا بص برضو السنس بتاعك في العجين لا يستهان بيه. يلا معلم ايه طلعنا العجين اصلا.
انا هخلي كده دلوقتي كوره. ايوه عايزها كوره بالظبط كده. تبري عليا يا حاج. هنسيبها بعد ما نعملها الكوره دي، هتسيبها تخمر حوالي ساعه ونص. لازم حوالي بعد ما تخمر بقى هناخدها نقطعها ونسيبها كمان 10 دقائق. بصوا هتقعدوا تلفوا فيها كده لغايه ما تبقى ايه دي ما يبقاش ليه اثر بالظبط. وتبقى ايه لو هي ستيك يعني بتشد كده شويه ممكن نبر لطرف ايدنا كده وندمها. نسيبها بقى. نسيبها. بصوا بقى هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها ساعه ونص. ساعه ونص؟ هتطلع زي دي. اهي. بعد الساعه ونص بنقسمها كور وبنسيبها 10 دقائق كمان. تمام؟ ماشي. تعالى بقى ايه؟ هنفردها بقى. نفرد بقى. بصي يا جوهر دلوقتي بقى قدام الرخامه هتتبهدل دلوقتي. شكلك الدنيا خالص يا جوهر. تعالى بقى نشيل كده. نولع على الصلصه قبل ما نبتدي. ايه رايك؟ لا البوتاجاز؟ اه عايزه تعمليها؟ اوكي. ايه رايك؟ ايوه بصي يا جوهر شكلها حلو ازاي؟ فظيعه. ماشي. نبتدي بقى نعمل ايه؟ نعمل الصلصه؟ هتفرديها بقى مش كده؟ ماشي. هنفردها؟ الصلصه اللي هنشغل هي هنشغل النار على الصلصه. لا هنجيب طاسه معلش. طاسه بوك. اهي بوك اهي. لا لا هنجيب طاسه عادية. انت عايزه حاجه من اعملي كميه هي الطماطم دي. لا دي صغنطوطه قوي يا شريف. دي صغنطوطه. بس هنجيب ماشي ووك ووك احسن. يلا خليها تسخن شويه ما طيب. هنحطها عشان تعمل صوت. ماشي. تجيبي بقى تفردي لنا العجينه. حاضر. يلا كان نفسك تشتغلي بايديكي. اهو. بص بقى معلش احنا هنبهدل الرخامه هنبهدلها مش هنهزر. بص بقى هي فلوفي ازاي. دي ناجحه جدا. بص عامله ازاي. ومفقفقه كده. اللي عمل فيها كده بقى ايه شويه بيكنج باودر على شويه اللبن باودر نخليها تبقى بالمنظر ده. نفردها كده. بص عشان العجينه ما تلزقش. بس هي مش لازقه بس دي معلومه ان احنا بنعمل كده. اوكي. انت هتحطي ايه هنا في الحله؟ هنحط الطماطم دي. طماطم ومعاها ايه؟ هنحط الطماطم والصلصه والثوم. بتحطي بقى سكر؟ آه لا ممكن نحط معاها سكر. اوكي. بص عامله ازاي؟ فظيعه يعني دي عجينه ناجحه جدا بصراحه. اهي. سامع صوتها؟ ممكن بقى ناخد صينيه نحط فيها نقطتين زيت وصينيه الالومنيا مصري اكتر صينيه بتنجح البيتزا. اكتر صينيه هتتعمل فيها مكرونه بالبشاميل وبيتزا. ايوه مظبوط. ممكن نقطه زيت. زيت زيتون برضو اهو. هحطه في الصينيه عشان ايه؟ بس كده حلوه قوي. يلا هنعملها كده. وانا هحط لك صلصه الطماطم دي. الطماطم مسلوقه ومفرومه. بص احنا بنمسك العجينه وانا بعملها كده 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 كده. بص العجينه لينه ازاي بقى اهي وسهله ازاي اهي. هنفردها الحمد لله اهو. ممكن شوكه وهنخرمها عشان تستوي بقى من جوه كده. بس نجمعها كده على بعض. دي واحدة. دي بالايه؟ تعالى نعملها ايه؟ عايز نعمل الصلصة دي اصلا هتاخد احنا واعملة واحدة صلصة جاهزة. اوكي. ممكن معلقة بقى عشان نفرد ناخد بيها الصلصة. معلقة حتى لو صغيرة مش مشكلة. حاجة لا مش معلقة صغيرة احنا عايزين معلقة كبيرة. ماشي يلا بينا. اهي وهي البتاع دي هي الصلصة اهي جاهزة اللي احنا هنعملها برضو اللي هي دي اللي هي اللي على النار اهي. اوكي. ممكن تزودوا عليها معلقه سكر كبيره على فكره الصلصه دي بتطلع اللي عموما الصلصه لما بيتحط عليها سكر بتدي لها طعم حلو. وفي كمان بيحطها نقطه خل. طيب احنا كل الحاجات بتاع نعمل اللي بالاول واحده دي. ايوه ماشي. دي اللي هي بالخضار. بالخضار احكي لنا بقى الخضار ده. الخضار ده بيتقطع ويتحط عليه شويه زيت زيتون ويتخش الفرن يتشوي. يتشوي. اوكي. وتبقى خفيفه خالص. هنا ده باذنجان. باذنجان رومي. رومي بالظبط اهي. وبعدين كده. وبعد كده ناخد شويه كوسه. كوسه مسلوقه برضو. لا هم كلهم داخلين في نفس ال مشويه. مشويه في الفرن اهي بشويه زيت زيتون. كلهم بيترش عليهم زيت زيتون والتوابل اللي هي الايطالي اللي احنا قايلين عليها. اوكي تمام. ناخد الجزر. ناخد الجزر. ده ريحان ده ولا ايه؟ دي سبانخ. سبانخ. ممكن بقى الولاد يعني نضحك عليهم بقى في الموضوع ده ان هم عشان ما بياكلوش سبانخ ناكلها لهم في البيتزا مش هيحسوا باي حاجه. بالظبط. اهي. ولو ان انا ضد ان احنا نضحك عليهم بس عشان مصلحتهم دلوقتي ان هو ياكلوها فممكن نديها لهم كده. شويه فلفل وشويه سبانخ. الله عليكي.
ماشي. ودي اول بيتزا هندخلها الفرن بتقعد قد ايه؟ بتقعد حوالي ثلث ساعة. 20 دقيقة فرن درجة حرارته ايه؟ تهني كده يا فين؟ اهي درجة حرارته ايه؟ 170. 170 يا الله يلا بينا نخش على اللي بعده. اهي. طب هنا هو دي هعمل لها ايه؟ هنحط كل الحاجات دي عليها اللي هي صلصة طماطم في الأول وبعد كده صلصة طماطم اهي وبعديها زعتر. ده زعتر وروزماري وريحان مع بعض اهو وثلاث فصوص ثوم. ثلاث فصوص ثوم اهو وانا بحط معلقه سكر كبيره. ماشي تمام. ونسيبهم يغلوا مع بعض. ممكن صينيه بقى اهو وشويه زيت. وادي تاني بيتزايه هنعملها. نحط الصينيه الالومنيوم ونحط هنا. عايزين بقى عارف اللي هو المطاعم لما بيطيروا البيتزا. لا انت بلاش بلاش يا حاج موعد كيك وشنا هيتبهدل. اهي الثانيه اوكي. نحط الصلصه ونخرمها. نخرمها اهم حاجه عشان تطلع الهواء الزياده وتستوي. تاني واحدة هنعملها بالايه؟ نعملها بالاربع انواع جبن. اه يلا كواترو فروماجي. اربع انواع جبن. اي جبنه انتوا عايزينها؟ اي انواع جبن عموما اللي هم بيستخدموا فيها البارميجان والحاجات دي، بس احنا بنستعمل فيها جودة وفلامنكو اللي هي الجبن اللي احنا عارفينها الحلوه دي. بالظبط. ماشي هنحط دلوقتي اهي دول كل الجبن مخلوطه على بعض اهي. اه انت حطهم على بعض مش مقسمينهم؟ اه كلهم بس انا ساعات بقسمهم بحط كل نوع لوحده. دول اهو بس عامله كده. اه تمام كده الصلصه خلاص خلصت. والله ما فيهاش تلات شويه. خلاص تمام كل لان الطماطم اصلا مسلوقه. ده ايه ده؟ دي كريمي اللي حابب نحط شويه كده. اه جبنه كريمي؟ والله؟ اه اوكي. تدي لها طعم حلو جدا. اه وايه كمان؟ كده نعمل اركان. ما حطيناش على دخلناها الفرن موتزاريلا. بعد ما بتدخل الفرن بحوالي 10 دقايق تطلع عشان الجبنه ما تتحرقش. صح. مظبوط طيب. كده؟ ماشي. ماشي. اجي تاني واحده. نحط على شويه بقى موتزاريلا. اه ماشي. ولا لا لما تطلع؟ ما تطلع. تطلع. انت اللي قلت. انت اللي قلت لي دلوقتي شفت بقى؟ نعمل الثالث. يلا بينا ثالث واحده اهي. ممكن بقى الصينيه برضو يبقى عليها بس بعد اذنك شويه زيت. هنفردها ونحط عليها الصلصه بتاعتنا وبعد كده هنحط عليها كواترو اسمها ايه؟ ستيوني دي ولا مش عارف ايه؟ ستيوني مش عارف حاجه كده اسمها ايه؟ اه كواترو ستيوني بالخضار والحاجات يعني. في بقى ممكن تحطوا انشوجا انا بحبها قوي بالانشوجا. في بالانشوجا بموت في. انا احب بقى بصي انا هقول لك البيتزا اللي انا بعملها. انا بحب البيتزا احط عليها بصل وطماطم ايوه وفلفل اخضر مش الوان تمام وانشوجا وموتزاريلا وزيتون اسود. قلت لك زيتون اسود بدخلها الفرن بس. اوكي انت بتحط الجبنه في الاول ولا في النص؟ لو احط الجبنه في الاول بصراحه. لا بعد كده بقى ايه تتحرق او تنشف ما تحسش ان هي بتشد كده. وهنحط بقى ايه؟ نحط خرشوف. بص لو احنا عايزين نقسمها وتطلع التقسيمه اللي هي يعني تبقى بالظبط بالستيك اللي هو زي دي كده. ممكن حتى ناخد كده واحده بنحط واحده كده واحده بالعكس ماشي. وبنقسمها. طب قسميها لنا. طيب حاضر اهي نقسمها واحده زيتون جنب كده زيتون اهو وجنب خرشوف. الخرشوف مسلوق. الخرشوف ده اللي هو بيبقى الجاهز الجاهز لو احنا هنعمله في البيت ده بنسلقه الاول بشويه ليمون وشويه خل وشويه بيكنج باودر وبعد كده البيتزا اللي بالتونه كمان وبالسوسيس. انتوا العجينه عندكم اعملوا اللي انتوا عايزينه. كل الانواع اللي احنا عايزينها. مشروم طبعا. الله. والرابعه ايه؟ الرابعه زي الطماطم. شيري توميتو. شيري توميتو. مالتها لي. الله. وبعدين؟ بس كده هندخلها برضو ولما تطلع نحط عليها نحط عليها موتزاريلا 20 دقيقة والريحان برضو هيبقى في اوكي. سواء الفرن بقى فيه اثنين
لما ايه نخلص دول؟ لا انا فرني ممكن ياخد ثلاثة. ثلاثة؟ فرني طيب. واسع. تمام. طيب بهذه المناسبة نسمع أغنية. اوكي. بعد الأغنية نرجع نعمل السلطة اللي بالمكرونة. اوكي. هتسمعنا إيه يا أستاذ مؤمن؟ هنغني أسمر يا سمراني. أسمر يا سمراني للعندليب عبد الحليم حافظ، جاهزة؟ أغسل إيدي ونبقى جاهزين. ونسمعها ونرجع لكم ونعمل السلطة. مزيكا، يلا أغسل إيدي. أسمر يا سمراني مين قسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا أسمر يا سمراني مين قسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا بتزيد عذابي ويهون شبابي ليه بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه أسمر يا اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني يا اسمر فكر احتار الشوق ضراني سهر عيوني يا اسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني يا اسمر فكر احتار الشوق ضناني سهر عيوني الجرح اللي في قلبي ازاي اداويه اداويه والدمع اللي في عيني الامتى دريقه دريقه أدري أدري لا أنا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي أسمر يا سمراني مين قساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا أسمر يا سمراني مين قساك عليا برضو انت اللي ليا بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه وتطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر نعمل لكم بقى صنف سلطة سهل جدا طلياني بالمكرونة يلا بينا بيقولوا عليه مكروني لا ما هم بيقولوا مكروني باللغة العربية الفصحى اسمها معكرونة 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 قولنا مقادير معكرونة لو سمحت معكرينة ماشي كوباية طماطم شاري وكوباية مكرونة مسلوقة ونص كوباية زيتون مخلي ونص كوباية سلامي ونص كوباية موتزاريلا وكوباية خيار الدريسنج نص كوباية زيت زيتون وربع كوباية خل نص كوباية جبنة بارميجان ومعلقتين كبيرة مايونيز معلقة كبيرة سكر واثنين فص ثوم وتوابل اللي هي الإيطالي اللي هي الريحان والزعتر والروزماري ومعلقة صغيرة ملح ممكن يلا دي سهلة خالص سهلة جدا هو بس دريسنج هو ال مفيش شغل مش فيه شغل شغل ماشي يلا اهو هنحط كل المكونات ادي الخيار وادي الطماطم اوكي
ايه دي المكرونه مسلوقه بالالوان اهو. لا اللي حابب زي ما هم يعني زي ما بنحب. ايوه اي حاجه حابب. بسطرمه ممكن. اه بالظبط. وزيت الزيتون والموتزاريلا. اه بس في هم بيستعملوا موتزاريلا اللي هي الكور. كور اه. بس هي بتبقى غاليه شويه فاحنا بنستعمل موتزاريلا اللي هي العادية. اقلب لك؟ نقلب دي وانا هعمل الدريسنج. الدريسنج. ادي ده المايونيز. اوكي. وزيت ناخد زيت زيتون. اي اكل ايطالياني زيت زيتون. زيت زيتون ماشي. الايطالياني والاسباني. الاسباني طبعا والجريجي اليوناني اللي هو جنوب جنوب اوروبا. وده الخل. الجبنه بقى البارميزان. شفتوا بقى الحلاوه. وناخد شويه سكر. ندي التوابل اللي هي الايطاليه. نسيب شويه نبقى نرشهم على الوش. وده التوم. اوكي خلاص كده نقلب بقى. فين اللي هو المضرب ابيض غسل؟ مش مشكله ممكن نعملها بالشوك مفيش مشكله اهي كده تجنن. بص بقى الدريسنج. انا بقى طبق سلطه زي ده احبه في العشاء قوي. جميل جدا وخفيف ومفيد جدا والطعم مختلف. ماشي بقى ما تحطش له شويه زيت كمان عشان يعني ما نبقاش نتعشى اكل تقيل بقى. زيت زيتون. لا زيت زيتون. زيت زيتون اهو عشان يبقى صوصي كده شويه. ايوه ايوه حلو كده اهو. نقلبه عليه. نقلب بقى عليه ونقلب. اهو والثوم. والثوم اوكي ده هيجي في بق مين بقى التوميه دي يا ترى؟ هو ونصيبه بقى. هو نصيبه. طيب نقلب. احنا خلصنا ها؟ اهو ده ايه ده؟ بعد ما نقلب بقى هنرش دول على الوش. دول اللي هي كنا كده. انت عملتي ايه النهارده؟ عملنا بيتزا ثلاث انواع اللي هي الكواترو فروماج اربع انواع جبن والكواترو ستيوني دي اللي هي الفور سيزونز. اي خضار احنا بنحبه نقسمه اربعه. والفيجيتيريان اللي هي الخضروات. اي خضروات احنا بنحبها. حلينا بالسلطه الحلوه. حلينا بقى بالسلطه ممكن ناكلها جنبها. الله عليك ميرسي يا دودو. نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا فريد. سفره شهيه طليانيه حاجه بيني مالتو بيني. طيب ميرسي دعاء العطار على وجودها معانا النهارده والاكل الحلو. المره الجايه هنعمل ايه؟ انت عايز تاكل من انهي بلد؟ احنا عملنا صيني صح؟ عملنا سوشي. لا سوشي ده ياباني. سوشي ياباني. صيني عملت صيني؟ نعمل ايه صيني؟ نودلز بقى وحاجات كده زي ما تحب. بصي فار ايسترن يعني الشرق الاقصى. شرق اوسط. انت بقى الاقصى انت اعملي اللي انت عايزاه. بشكر دعاء العطار ميرسي شرفتي ونورتي. هنسمع ايه يا استاذ؟ هنغني الواد قلبه بيوجعه. من مين بقى؟ ايه؟ ده انت اللي قلبك بيوجعك؟ يعني حرام. وبعديها نرجع لكم فقره افان اند دكتورز. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه. الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه. ده الواد قلبه بيوجعه كده. نسهر من تاني وترجع ايامنا ولالينا
كده انا وانت تاني حبيبي تيجي نيجي انا وانت كده نسهر من تاني وترجع ايامنا ولالينا كده انا وانت تاني ما بلاش تلعب في النار 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 حاسب ده الهوى غدار 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 ما بلاش تلعب في النار حاسب ده الهوى غدار 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 الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه الواد بيقول الاه اه مش لاقي حد معاه اه الواد بيقول الاه مش لاقي حد معاه اه يا حبيبي يا ضيع عينيا مش لاقي فيك حنيه خليك مع قلبي شويه اوعى البعد يضيعه ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه براو أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف Evan and the Doctors الفقرة اللي بنتكلم فيها ازاي نحافظ على بشرتنا في احسن حال ودايما بشرتنا تكون نضرة وخلوني ارحب باطبائي النهارده اللي مشرفينا ومنورينا ونبتدي بدكتورة هبة جودة استاذة الامراض الجلدية واستشاري تجميل الجلد والليزر بكلية الطب جامعة القاهرة يا اهلا بيك يا دكتور وكمان دكتورة ريهام لبيب استشاري الامراض الجلدية والليزر في عيادات وان كلينيك اهلا بيك يا دكتور منورانا كالعاده ودكتور شادي محمود استاذ مساعد واستشاري الامراض الجلديه والليزر بكليه الطب جامعه الازهر اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا شريف النهارده هنتكلم عن مصطلح انا بسمعه كتير ومش فاهمه فانا هقول المصطلح وكل حد من الاساتذه اللي قاعد معايا هيقول لنا معنى المصطلح ده من وجهه نظره عشان عايز افهمه انا والمشاهدين ريجوفينيشن يعني ايه ريجوفينيشن دي اولا هي كلمه معناها يعني الترجمه بتاعتها النضاره هي كلمه مش ساينتفك تيرم يعني ما هواش ترم طبي او مصطلح طبي بس بيعني ان احنا عايزين الاوبتيمال فانكشن او طريقه العمل الامثل لكل بقى خلايا الجلد والكولاجين وطبقات الجلد المختلفه عشان الجلد يبان صحي وجميل في حاجه ممكن نزودها الجلد الخالي من الأمراض اللي ما يكونش فيه تصبغات ما يكونش فيه تجاعيد ما يكونش مرهق يكون الدورة الدموية في الجلد شغالة كويس دورة الليمفاوية كويسة ده بيدي شكل نضر للبيشنت أوكي. في حاجة ممكن أزودها؟ أقول من وجهة نظر المريض هو عاوز الصفاء أوه. إن وشه يبقى صافي ونقاء بالظبط من وجهة نظر الدكتور لا هو هيحدد طبعا مشكلته إيه كانت تصبغ تجاعيد الحاجات اللي قالتها الدكتور ريهام بالظبط طيب يعني هو مش مصطلح طبي لا هو نص نص مصطلح عام عادي وما تعرفوش كده تقدر تمسكه كده ماسكه معينه عشان كده هو عقدني طيب خلينا نبتدي كلامنا مع دكتور شادي وتقول لنا يعني ايه نضاره وامتى نقول ان البشره دي نضره وهيلثي ده بتقييمي انا بقى غير تقييم المريض طبعا لو بيجي يقول انا عاوز وشي يبقى نضر طب نضر دي احيانا بعض الحالات اللي بشوفها ما شاء الله ما فيش اي غلطه خالص بتقول لك عاوز ازيد نضاره طيب يبقى نحافظ عليها لكن انا من وجهه نظر تانية بحاول افتش في وشها في تجاعيد في فاين لاينز خطوط رفيعه في تصبغات في مسامات واسعه هي دي دايما الحاجات اللي ضد صفاء الوجه وفي بشره سبحان الله ربنا خلقها كده انها صافيه في بشرة البشرات الجافة والبشرات اللي دايما الدهنية دي اللي مشاكلها كتير دي اللي بحاول ان انا اصلحها عشان تبقى دايما صافية بالنسبة للمريض طيب دكتورة ريهام لبيب تقول لنا هل لو الواحد عنده مشكلة في اعضاء جسمه الداخلية هل ده هيبان على يعني هيخلي وشه مش نضر طبعا أوكي. الناس اللي عندها انيميا مثلا دول دايما بيبقى عندهم بشرتهم بيل نقول عليهم مطفية عندهم زي غمقان ودارك سيركلز حوالين العين دايما بشرتهم مرهقه كل مكان اعضاء الجسم كويسه ومفيش فيها مشاكل ولا فيها اي امراض كل ما ده بيبان اكتر على بشره البيشنت اوكي طيب دكتوره هبه
الحالة النفسية، هل أنا حالتي النفسية مكتئب مش مبسوط ستريست كل الكلام ده هيأثر على طبعا هو دلوقتي بقى في مصطلح عام إنه التأثير على صحة البشرة والجلد عموما الحالة النفسية، مثلا عدم النوم الكفاية، إن الواحد مثلا ستريست أو عنده شد عصبي من شغله من أي مشكلة بتواجهه، كل ده بيأثر طبعا لأنه بيقلل مثلا النوم، بيعمل شوية هالات سودة زي ما دكتور إيهام قالت حوالين العين، التلوث حتى اللي الشخص بيتعرض له ده بيأثر برضو على صحة البشرة. طيب في كريمات للصبح للظهر لبالليل؟ اكيد احنا لو احنا هناخد كده روتين اللي احنا هنعمله عشان نحافظ على نضارة البشرة بتاعتنا، هيبتدي الاول من الغسول اللي هيبقى على حسب احنا بشرتنا دهنية بشرة جافة او بشرة نورمال، هيبقى فيه بعد كده كريم بالنهار بيبقى فيه ترطيب عالي في مادة الهيالورونيك اسيد اللي هي مادة اصلا ربنا خلقها لنا في الجلد بتاعنا، لما بتبتدي تقل مع السن او نتيجة تلوث او ارهاق كل العوامل اللي احنا قلناها بنبتدي ان احنا نعوضها بكريمات فيها الهيالورونيك اسيد دي، ممكن نحطها بالنهار مره بالليل مره، برضو التعرض للشمس، يعني الشمس من الحاجات اللي بتزود جدا او يعني فكره عدم النضاره او الخطوط الفاين لاينز او رينكلز، نحط سان سكرين او واقي من الشمس، ده كله روتين حتى ممكن نعمله حتى في الشتاء طبعا، لانه الاشعه فوق البنفسجيه سواء طويله المدى اللي هي اليو في اي او يو في بي بتوصل لنا حتى لو في كلاودز، حتى يعني مش شرط بشكل مباشر، ملهاش علاقه بدرجه حراره الجو. دكتوره ريهام، الاكل والشرب اللي بناكله، الرياضه بنلعب رياضه من بنلعبش رياضه طبعا. كل ده هياثر، ولما بقول نضاره البشره هل اقيم بس الوش ولا الجسم؟ ما هو الجسم كله مش بشره طبعا جلد. هو الجلد ده اكبر عضو عند البني ادم صح. فالبشره كلها عبارة عن عضو واحد، بس أكتر حاجة بتبان فيها والناس بتاخد بالها منها هي الوش، لأن إحنا بنشوف بعض بنبص لبعض لعينينا لوشنا، دي أكتر حاجة بتبان. مهم جدا إن أنا أكون عندي healthy lifestyle، يعني ألعب رياضة، أشرب مية كتير، المية من أهم الحاجات للبشرة بشكل مهم جدا. من ضمن الحاجات كمان اللي إحنا بنشوفها وأكتر ناس بحس إن هما بيتأثروا في بشرتهم، الناس اللي ما عندهمش سيركيديان ريزم مظبوط، يعني زي مثلا المضيفات، مضيفات الطيران ممكن تطلع رحله بالليل في قاره وتفضل 10 ساعات 15 ساعه وتروح قاره تانية وتروح برضو بالليل، ف بتشوفش الشمس، بتنام 8 ساعات بتوعه صح، مفيش فدي بيرهقوا جدا بهالات سودا، بشرتهم بتتاثر بشكل كبير. طيب دكتور شادي، انت قلت النوم القعده قدام التلفزيون اللابتوب الموبايل فون الكلام ده كله هياثر على شكل البشره طبعا، دي مأساة احنا عايشين فيها دلوقتي، فكره ان انا بقيت كونتاكت دايما بموبايلات وشاشات طول الوقت دي بتاثر على وشي في طبعا الاشعه اللي خارجه منها بتضعف من طبقات الكولاجين فانا طبعا يبقى لازم ابتدي ادور على بروتوكولات تحافظ على بشرتي او اقلل استخدام الادوات دي اوكي دي مهمه جدا. طيب هرجع لدكتوره هبه، في حق أو حاجات معينة ممكن نحقن بيها البشرة تخلي البشرة أكثر نضارة؟ السؤال هيبقى ليكم انتوا الثلاثة في موضوع الحق. أوكي. لو أنا مثلا عندنا مشكلة في مجرد الجفاف أو الفوليوم بتاع البشرة، يبقى أنا ممكن أحقن حاجات زي المواد المليئة أو الفيلرز اللي هي فيها مادة الهيالورونيك أسيد، بعد ما أنا حطيتها بقى بشكل موضعي في الكريمات كمان ممكن نحقنها. وعلى حسب حاجة اسمها كروس لينكينج أو الفيسكوسيتي بتاعتها بنقدر نعرف هي ممكن تقعد قد إيه، في حاجات ممكن تقعد يعني اللزوجة بتاعتها يقولوا لي كلام غريب أوي ممكن تقعد مثلا شهرين او ثلاثه، فتبقى السيشن بتتكرر كل الفتره دي، ممكن تقعد اب تو 8 مانثس او ممكن مثلا سنه كامله الحاجات دي بتتحقن فيها. ممكن نحقن كمان ماده اللي هي البوتولينم توكسين او البوتوكس اللي هي عشان التجاعيد، دي برضو جزء من النضاره، ان انا لما البشره تبقى فيها تجاعيد طبيعيه بس متحركه مش ثابته، ده برضو جزء من النضاره. طب دكتوره ريهام تكمل لنا برضو وجهه نظرها في الحقن، عمليات الحقن. في كمان حاجات زي السكين بوسترز، السكين بوسترز دي يا اما هاليورونيك اسيد زي ما دكتوره هبه قالت بس خفيف خالص ما فيهوش اي كروس لينكينج، خفيف زي الميه. يعني ايه كروس لينكينج؟ اللي هي نسبة التكوين بتاع يعني لما بتزودها زي ما يكون بنشبك كده الجزيئات بتاعت الهيالورونيك اسيد، كل ما تكون متشبكه وكل ما كانت زياده كل ما قعد مده اطول. فممكن نحقن الجزء الخفيف او النوع الخفيف ده بيبقى سكين بوستر وبيبقى بيديني الهايدريشن والنضاره اللي بتساعد الخلايا نفسها انها تتجدد بشكل طبيعي. وممكن كمان في بعض الحقن بيبقى مضاف اليها فيتامينز زي فيتامين سي او فيتامين اي، كل حاجات المينرالز انتي اوكسيدنتس المهمه جدا. طيب خليني ارجع لدكتور شادي وتقول لي، واحنا بنحقن الفيلرز هل الفيلر ده يعني
الشفايف ليها فيلر غير الخد غير طبعا كل حته طبعاً. هي ده اللي اشارت اليه الدكتوره هبه فيسكوستي. قال ايه؟ الكلمه اللي لازم ارجع لها تاني. طبعا لان احنا كل تركيز له مكان بتاعه، يعني انا احقن تيت روف تحت العين وده من اماكن فعلا بيبان عليها طبعا قله النضاره. دي لازم ليها فيلر مخصوص، الشفايف ليها فيلر مخصوص، الخدود لو انا يعني هعمل ملء ليها فيلر مخصوص، لو انا هعمل ريجوفينيشن ونضاره دي ليها ماده اللي هي نون كروس لينكد اللي هي تشد ميه وتعمل هايدريشن، ترطيب بالمعنى. فالترطيب ده يمكن ملخص اللي احنا بنقوله كله هو ترطيب، ان انا عاوز احافظ على الجلد دايما هايدريت فيه ميه، لان الجفاف هو اللي بيعجل من ظهور التجاعيد. اوكي. وبيقلل النضاره. طيب خليني اسال دكتوره هبه، انت في الاول ذكرتي الكريمات، بعد كده قلنا الحقن، هل الاجهزه بقى الحديثه دي برضو ممكن تعمل نضاره اكتر؟ طبعا، لانه جزء من النضاره اللي هو بقى الطبقه العميقه من الجلد بيبقى فيها كولاجين والالاستين، دي بتبقى مسؤوله عن زي البيبيهات او الاطفال ان يعني جلدهم لما بتشد او بيعملوا اي تعبير بيرجع تاني للحاله الريستنج بتاعه، ده ليه؟ عشان هم عندهم الكولاجين والالاستين بكميه كبيره والوظيفه بتاعتها بالشكل الامثل. فده ممكن نعمله عن طريق الاجهزه زي مثلا الفراكشنال ليزر، ممكن نعمل عن طريق حاجه اسمها راديو فريكوانسي او اللي هي مايكرو نيدلينج او الديرما بان، يعني ليه اجهزه كتيره قوي كل فكرتها ان انا بعمل زي وونز او جروح طبعا بشكل مقنن وبشكل محسوب كويس قوي على حسب الباور اللي احنا بنستخدمه، بقدر بيها انشط الكولاجين ويخلي البشره تبقى نضره اكتر. طب خليني اسال دكتور ريهام في حاجه برضو، ان احنا بنتكلم على الاجهزه، سمعت مره ان في حاجه بيعملوها بالذات في منطقه حوالين العين زي بيحرقوا زي بلازما هي دي تقنية مختلفة شوية جديدة شوية، هي بتعمل شد للجلد في حوالين العين. الجلد اللي حوالين العين ده من أرفع أنواع الجلد عموما في الجسم كله، فرقيق جدا ولما بيترهل صعب قوي ان انا احقن فيه مثلا حاجه زي البوتولينيوم توكسين، لانه للاسف بيعمل مشاكل لو حقنت فيه، العضله بتبقى ضعيفه جدا وممكن تعمل لي اي باجز نتيجه ان انا حقنته، وانا ببقى هدفي ان انا مثلا اشيل الخطوط واللاينز فاروح عامله مشكله. ابتدوا يعملوا تقنيات جديده زي بلازماج بتعمل زي مايكرو بيرنز صغنططه خالص بالظبط، تشد الجلد جنب بعضها جنب بعضها، فتشد الجلد وتعمل لي ريجوفينيشن للمكان. طيب دكتور شادي، هل النضاره ممكن تلجأوا ان انتوا تستخدم بيسموها ايه اللي بتشد الوش؟ هايفو. لا ايوه الخيوط. 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 مش كل انواع الخيوط، هو نوع معين اللي هو ممكن بنسميها خيوط رفيعه جدا بنحطها في كل الوش علشان تحفز الكولاجين. نفس الفكره اللي حاجه محفزات الفيلر بالظبط. اوكي. لكن مش هعمل بيها ليفتنج الا لو الوش العيان في تهدل بالزبط. في تهدل ده هلجأ لحاجات كتير جدا، حاجات ممكن تشد زي الهايفو زي راديو فريكوانسي زي خطوط خيوط الشد، كل ده بيساعد ان انا ارجع تاني الاماكن الطبيعيه بتاعه الوجه لمكانها. الخد ساقط ارفعه تاني، الدبل تشين باينه بحاول. طيب دكتور شادي قول لنا كده بروتوكول الناس تعمله كده، ستات ورجاله خلاص كل يوم علشان بشرتهم دايما تكون نضره من وجهه نظرك. كتير يا شريف، كتير قوي. قول لنا حاجتين يعني كل واحد فيكم يقول حاجتين. طبعا بدايه بالهيلثي ستايل، اللايف ستايل بتاعتنا، الغذاء الكويس، الميه الكتير، الرياضه، ده طبعا دي حاجات اساسيه لا نختلف عليها. وبعد كده بروتوكول لوشه، ان انا لازم احمي نفسي من الشمس طول الوقت، ده عشان اخر عمليه التجاعيد. وبعد كده الهايدريشن، ان انا اكيب او احافظ ان وشي دايما في ميه. أوكي. باي طريقه. دكتوره ريهام، تكمله على كلام دكتور شادي، على حسب كل عيان لازم اعمل له الخريطه او البروتوكول الخاص بيه، ده مهم قوي. هو يقعد مع الدكتور ويقعد يعرف هو بيشتغل ايه، ممكن جدا تكون الشغلانه بتاعته محتاجه حاجات معينه. هي ما ينفعش واحده تجيلك انت تكتبي لها حاجه فتبقى كويسه فصاحبتها تروح عاملاها. ايوه بالظبط. ممكن دي مثلا واحده بتقعد مده طويله جدا قدام الكمبيوتر فمحتاجه حاجات معينه تحميها من الاشعه دي. ممكن واحده ثانيه قاعده طول الوقت في البيت لكن بتتعرض مثلا لحراره عشان الفرن والكلام ده كله فمحتاجه حاجات ثانيه. بيشنت ثانيه جلدها دهني محتاجه بروتوكول مخصوص للجلد الدهني، او حد مثلا بشرته جافه جدا محتاجه ترطيب عنيف. أوكي. فكل واحد على حسب. طيب اختم بدكتوره هبه جوده برضو، كملي لي البروتوكول. وعايز اسالك على حاجه، واحنا دايما بنتكلم عن انواع البشره، هو الواحد مع تقدم السن ما بشرته بيتغير؟
طبعا ممكن طبعا تختلف. احنا بس عشان ناكد على موضوع البروتوكول، فكره بدايه استخدام الكريمات اللي هي والحفاظ على البشره، انا في رايي انه احنا من العشرينات نبتدي نستخدم ده، لانه دايما المثل احنا بنقوله الوقايه خير من العلاج، دي حقيقه. مش لازم استنى لما الحاجه تبقى فرانك عندي عشان ابتدي اعملها. بالنسبه بقى كمان لموضوع نوع البشره، بيختلف لانه على حسب الهرمونات. انا لما بتتغير بالذات في السيدات طبعا اكتر كمان او ابدر من الرجاله، التاثير بقى انه مثلا انخفاض هرمون الايستروجين او البروجستيرون، الهرمونات الانثويه بتاثر في طبيعه البشره. ساعات ممكن تبتدي تبقى دهنيه اكتر، المسام تبقى واسعه اكتر، فتبقى محتاجه علاجات تقلل من الحاجات دي. اوكي شرفتوني ونورتوني، ميرسي يا دكاتره مصر، يا ناس يا محترمه، اشكركم، ميرسي جدا. النهارده كان معانا في افان اند دكتورز دكتوره هبة جودت ودكتورة ريهام لبيب ودكتور شادي محمود، شرفونا ونورونا، قالوا لنا معلومات كتيرة ونصايح كتيرة. يا رب تكونوا حضراتكم استفدتوا. خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معانا لو سمحتوا. برضو اغاني ريكي مارتن ليها سنة ورنة يا ولاد، مش معقولة. مش كده كده يا مي؟ ازيك يا مي؟ اخبار عشاني كتير يا مي. ويا الاخبار الحمد لله. حلوة الحمد لله. انت جايبة روج نفس لون شعرك ازاي؟ مش عارفة والله، جت بالصدفة، لان لون شعري اصلا ده جه بالصدفة. ليه انت ايه؟ يعني بدي على بينك وبيربل وحاجات كده. وبدي بتشنجاني، المفروض يبقى بتشنجاني بس هو حلو. كل مرة نتكلم على شعركم انتوا الاثنين جبتوا ده قلب روز. لا لسه المرحلة الجاية. مش هو قلب روز شوية؟ كان ابيض ابيض قلب روز شوية؟ لا هي عشان الروتس بس. لا موف شوية. موف؟ اه منورين. المهم في الوان كتير. المهم ده يبقى في احلى احلى حاجة في الدنيا الالوان يا ولاد. سنتكم ملونة ان شاء الله. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. نعمل ايه دلوقتي؟ نخش على الاغنيه الثانيه، بس قبل ما نخش على الاغنيه الثانيه عايزين نوريك حاجه. ايه؟ يلا يا جماعه يلا بينا. يلا يا جماعه انت هتخرجي. Birthday to you. Come on now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sweet Mazkur. Happy birthday to you. Storm Rajdenia Debia. Storm Rajdenia Debia. Storm Rajdenia. ايه ده الاجانب بيغنوني يا ولاد؟ ده في سياحة اهو. الله اكبر. ده ريكويست خاص بقى من جامايكا وساسا حبايبي وكل الجست بتوع الاوتيل، وغنوا لك هابي بيرثدي مره بالانجلش ومره بالروسي. ما شاء الله. انا فرحت اكتر من هم غنوا لي، ان ما كنتش عارف ان في سياحه في شرم. لا 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 ده الحمد لله دلوقتي الاوتيل فل فل. انا اروح لهم بقى. ايوه. ميرسي لجامايكا وساسا حبايب قلبي، ميرسي ليكم، وميرسي ان انتوا خليتوا الاجانب يحتفلوا بعيد ميلادي. دي حاجه لطيفه خالص، ده انا دخلت التاريخ كده والله العظيم. عشان كده كنا بنوشوش مؤمن بقى. وانا اقول اصل ايه المشاهدين مثلا هيبقوا فين قبل ما نبتدي؟ واقفه هي هنا ومؤمن هنا وعاملين دي 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 دي، وانا ما بحبش حد يتوشوش قدامي بتنرفز. بقول له بتقول لها ايه؟ بيقول لي بنحضر المزيكا. وبعدين قلت اوكي بيحضروا مزيكا. دي 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 دي. يا خبثه يا خبثه. المهم تكون ببساطه. ببساطه طبعا. امال اللي فوق دول ساكتين كده ليه؟ بقول لك يا وائل ما تنزل تلعب زومبا. قلت ايه؟ طب يلا انت مش قلت يلا؟ بص انا احب اللي يقول حاجه يبقى على قدها. ما تقول لي تاخدنيش على قد عقلي كده. زي ايه؟ كان عندي حد جايب لي من كام يوم حاجه في البيت خلاص، فقلت له حضرتك الحساب كام؟ قال لا خلاص بعدين يا استاذ شريف. قلت له طب اوكي بعدين خلاص. فلقيته واقف كده متسمر. قلت له ايه في ايه؟ قال لي ما انا عايز احاسب الناس. قلت له انت مش لسه قايل بعدين يا استاذ شريف؟ قال لي اه. ما قلت له لا انا ما بحبش يعني اللي يقول كلمه يبقى قدها يعني نقصر. يلا يا وائل انت قلت في الاول حاضر انا نازل. لا مؤمن جاهز. لا ما قلتش حاجه. انا قلت وائل ما قلتش مؤمن. اهو شفت خلاص يعني اقول. انا الصاب. خلينا نلعب اغنيه ايه دلوقتي؟ زومبا بقى. زومبا اه الاثنين اللي جايين زومبا هنلعبها. يلا يلا بينا. مزيكا يا اولاد. تعالوا اقعدوا جنبي، تعالوا اقعدوا في ريحي هنا اهو عشان هسمعكوا اغنيه. تعالي يا بتاعت الزومبا انت. ها عايزين نريح. هاتي 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 الكرسي نو. هاتي شيماء. امال فين نهاية؟ نهاية لسه قامه في البيت. اه عندها كورونا؟
امال ايه؟ مامتها بتخاف تنزلها. بجد؟ ليه يا طنطي كده اهو؟ هنشيل لك البتاعه دي من هنا عشان تبين. ايه؟ ايه؟ يلا بينا. ساكت كده ليه؟ لا انا تمام جدا، ادوني طاقه جدا جامده جدا يعني. طب تنزل. يلا لا طاقه غني يعني يلا ايه طاقه ان انا اغني. انت مش قلت عايز تخسس خدودك شويه؟ ما هم بيخسوا دلوقتي يعني. خدودك بيخسوا؟ اه الحمد لله. ايه ده من ايه بقى بتاخد لهم ايه عشان يخسوا؟ ايه بتاخد لهم ايه؟ لا ما باخدش حاجه بقى، انا بظبط كده الدنيا يعني. والله انت اون دايت؟ يعني اه اه ما بتاكلش الى حد ما. لا باكل طبعا بس يعني. شفته هو بياكل؟ ما بياكلش. المشكله بياكل اكل قليل قوي. عارفه النوع اللي ياكل حته مش عارف ايه هم بيضحكوا عليك ليه؟ لا هم مش بيضحكوا عليا، هم عشان بس انت قلت لي انزل وكده فبيضحكوا عليك. انا ممكن انزلهم كلهم. صح انا بقول كده برضو، انا بقول كده بالذات بيه. ماشي باهر. مين ضحك عليك دلوقتي؟ لا مش عارف ما اعرفش. يا جبان في ضحك كتير. يا جبان يا جبان. صعبوا عليا. طب غني. هتغني ايه؟ هنغني عيون بهيه. الله عليك. يلا نغني عيون بهيه وبعديها ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع بقى نكمل مع مي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا يا اولاد يلا. بهية وعيون بهية كل الحكاية، عيون بهية حكاية كل الحكاية عيون بهية. رد البيبان يا بهية يا بيوم يصلبوكي. ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا ومال قالوا عن بهية ظلموا البنية. واللي في عينيها ملقاش مودة ظلم الصبية وراح وقال ما حد عدى. ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا ومال ظلموا البنية. واللي في عينيها وراح وقال قالوا عن بهية ملهاش عزيز ولا حبيب، عيونها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب. قالوا عن البنية ويا ما قالوا اللي بهواه.
يا خبث يا قراريب، انا عارف انتوا بتضحكوا على ايه. لا بصي دي، بصي عامله ازاي اصلا. والنبي نورت وشرف. استني الدبانه وبتهشي الدبانه. تحسي دي يلا حطوا لنا بقى الفيسبوك والانستجرام والحاجات كلها بتاعت مي عشان اللي عايز يتواصلوا الناس تتواصل. فيسبوك وانستجرام والحاجات كلها صح؟ فيسبوك وانستجرام. انت فين دلوقتي؟ بتعملي في اي حته ولا في المنيل وفي الجيزه زي ما انا؟ في فين؟ سوري سوري سوري، في التجمع وفي الجيزه. عارفه اكتر مني. التجمع وفي الجيزه؟ وكله حريم لغايه دلوقتي عشان انتوا بتخافوا للاسف تخافوا من الرجاله يجوا يتحرشوا بيك. انا ما بخافش، هم الرجاله غالبا مش متشجعين للزوم بقى قوي. اي كسفوا بقى يقولوا لك احنا هنروح نرقص وحاجات كده. لا دي الحاجات دي مع ان بره الرجاله بيرقصوا في زومبا اكتر من الستات يتهيألي. يعني مخترع الزومبا راجل اصلا. راجل اصلا مستر زومبا؟ ده مستر زومبا اسمه مستر باتو. اسمه باتو؟ اسمه البرتو بس مختصرينها بقى. البرتو وبعدين كان من شيلي؟ كولومبيا. كولومبيا اموت انا في الناس بتاعت كولومبيا دي. نورتينا يا مي. ثانك يو يا جوجي يا قمره. ثانك يو، رب تكونوا اتبسطتوا النهارده عندنا في 4 شارع شريف، وان شاء الله نشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.